بنكمل مع حضراتكم الفترة طبعا اللي ما بين بعد الشوط الأول والشوط الثاني، وداخلين طبعا على الشوط الثالث من لقاء اليوم. هيبقى عندنا طبعا شوطين، مدة كل شوط 14 دقيقة أو 15 دقيقة عفوا. وأدي يا ترى من يرحل، مخرج المباراة بيقول لنا يا ترى مين هيمشي ويودع كأس مصر اليوم في دور ال 32. ربط مع أحداث المباراة، لقطة طبعا جميلة من مخرج المباراة. لكن النصر للتعدين الحقيقة لم يقدم إلا أداء دفاعي. هل يستطيع طبعا أن هو يواجه الشرقية في الفترة القادمة؟ أكيد عنده اللياقة البدنية أفضل بكتير قوي من الشراوة الحقيقة اللي بذلوا مجهود كبير في الجبهة اليسرى وكانوا بيهاجموا، لكن التوفيق لم يكن حليفهم الحقيقة. دي مرحلة هتبقى يعني مرحلة صعبة جدا على كلا الفريقين، لكن زي ما قلت لحضراتكم انه لما يكون الشرقية في المركز ال 18 وفريق النصر للتعدين في المركز ال 17 حال من بعضه، مفيش حد عنده يعني مفيش حد احسن من حد. لكن الكاس النهارده مختلف عن مباراة الدوري، عندك مباراة ذهاب هتعوض فيها. عارفين المباراة الأولى كانت انتهت بفوز طبعا يعني النصر للتعدين 3-2، هيثم مصطفى اللي على دكة البدلاء أيضا ورقة مهمة جدا، رقم 20 بيلعب في وسط الملعب، هو استطاع إن هو ينزل اللاعب رقم 5 رمضان ربيع، وده هيفيده على فكرة كرأس حربة. قدر كابتن أسامة عرابي إن هو يمشي بالمباراة زي ما هو عايز ويقفل مفتاح مهم جدا الجبهة اليسرى للشرقية عن طريق وضع سري وحسام عبد الصبور وأحمد عبد الموجود في هذه الجبهة. هو عارف إن الجبهة اليمين ما فيهاش يعني تشكيل خطورة على الفريقين، كل فريق طبعا بيستريح فترة الفترة دي بكله بيستعد في الملعب المباراة، محدش هيدخل يعني غرف خلع الملابس. كابتن أسامة عرابي بيلقي التعليمات وجميع اللاعبين على أرض الملعب في انتظار. كابتن أحمد كشر أيضا نجم وهداف الأهلي، اثنين من نجوم الأهلي بيقودوا الحقيقة فريق النصر للتعدين اليوم، بينقلوا خبراتهم الكبيرة الحقيقة. يعني لما نقول الفريقين تلقوا هزائم كتيرة، أو يمكن فريق الشرقية الأكثر يعني هزيمة الحقيقة بعدد، يعني خسر 13 مباراة واستقبلت شباكه 30 هدف، يعني صعبة جدا صعبة جدا للغاية. أيضا شفنا امبارح طنطا وأسوان، مباراة كانت صعبة جدا، وقد إيه فريق طنطا حاول للنهاية الحقيقة، لكن قدر يترجم استحواذه على المباراة ويفوز في الدقيقة 36 و46 بهدفين الحقيقة كانوا رائعين جدا للاعب النيجيري اللي كان حاضر في مباراة الأمس. هنبدأ مع حضراتكم الشوط الثالث من لقاء الشرقية والنصر للتعدين، ويا ترى مين هيكسب مين بقى؟ مباراة أصبحت صعبة جدا جدا، لكن نقول بقى بسرعة كأس مصر يمكن 122 عدد الأهداف اللي تم تسجيلهم بعيدا عن أهداف ركلات الجزاء، بنحسب الأهداف اللي تم تسجيلها في المباراة. شفنا الاتحاد تفوق 3-1 على السكة الحديد، كان أحرز حسن طارق وخالد قمر ومحمد أسامة، وكان أحرز السكة الحديد عمر فاروق. طبعا نذكر السكة الحديد كانت تحت قيادة الجنرال والنجم الكبير هداف مصر الخطير كابتن جمال عبد الحميد. وأيضا بتروجيت فازت 1-0 على الأسيوطي، وإنبي فازت 2-0 على الفيوم. نكمل مع حضراتكم بداية الشوط الثالث من لقاء الشرقية والنصر للتعدين في دور ال 32، ودخلنا في مباراة تانية خالص، هي مباراة اللياقة البدنية والحظ. دخلنا في مباراة تانية، هو المباراة الشوط الثالث مباراة اللياقة البدنية، محاولة لباتريك تاني يدو عبد الله الشحات، بدأ فريق النصر للتعدين هيبقى على يمنا بالفلنة البيضة والشورت الأحمر، وعلى يسارنا فريق الشرقية باللون الأخضر في الأخضر. يا ترى الخيول الشرقوية هتعمل ايه مع فريق النصر للتعدين؟ وضربة حرة مباشرة على فريق النصر للتعدين لمصلحة فريق الشرقية، هيلعبها بسرعة الحارس محمود شكري. محمود بيبدأ على جنب تاني
عند حازم شعيب، حسام حسن تاني مرة أخرى، أحمد صالح، كرة أمامية طويلة طويلة من شعيب لكن ترجع تاني مرة أخرى في اتجاه شعيب، بينقل بسرعة تاني حسام حسن، المرة دي بقى رامبو، رامبو لحسام حسن، حسام لشيكا بينقل بسرعة يرجع تاني مرة أخرى في منتصف الملعب، كرة لازالت في حوزة الشرقوة، فهد عرابي يتمنون ويبحثون عن هدف الحقيقة لمرحلة التمني، لكن شوط الثالث والرابع شوط لياقة بدنية، شوط بقى الأكثر تركيزا الحقيقة، يعني مباراة هتبقى صعبة جدا جدا جدا. وصلنا لإكسترا تايم جديد، مباراة تانية تماما تماما، كرة أمامية طويلة خطيرة هوبا، لكن هنا مصطفى عبد الستار، مصطفى عبد الستار بيقول يا ستار يا ستار، لأن مباراة بقول لحضراتكم هي فوز النهاردة، يعني لا تقبل القسمة على اتنين في مرحلة قفز الحواجز الحقيقة. كرة على الأرض من جديد للاعب اللي نزل، بقول لحضراتكم رمضان ربيع في تبديل لفريق النصر للتعدين، الرغبة هجومية، أحمد صالح بيتابع كورته، والكرة تصل إلى ضربة المرمى، محمود شكري اللي قدام حضراتكم حارس اللي جاب بديل على حساب يعني حارس المرمى عمر رضوان، خد فترة الأخيرة ناشئ الأهلي المعار لنادي الشرقية. يا ترى فرقة الشرقية هتعمل ايه، ويا ترى النصر للتعدين هيعمل ايه، كل الكلام ده مرهون بأقدام ورؤوس اللاعبين. كرة أمامية طويلة خطيرة جدا، لكن المرة دي كنس بيضغط في نص الملعب، رمضان مرة أخرى، مرة أخرى تصل إلى رمي إلى الضربة الحرة، قريب طبعا من المباراة، طبعا هنا إسلام شرقية بيضغط عليه كنس، أدي إسلام بيعدي لكن بياخد فاول إسلام شرقية، اللاعب اللي أيضا كانت مبادرة من الكابتن أسامة عرابي بيدفع فيه في لقاء اليوم، بيبدأ بسرعة، كرة أمامية طويلة على حدود منطقة الجزاء، باتريك أدو الخطير جدا، الخطير جدا، المزعج جدا، المقلق جدا، لكن المرة دي بقى مخطوفة للشرقية والهجمة المرتدة، هل يقدر حسام حسن ان هو يشكل خطورة بالكرات الأمامية عند شيكا؟ شيكا بيستلم كورته عايز يعدي ويمر، شيكا مفيش حاجة، حكم اللقاء لسه الكرة في الملعب ما طلعتش بره، حسام تاني، رجع تاني حسام لليمين، حسام حسن، اسلام شرقية بيخطف كورته وبيبدأ اللعب السهل الممتنع عند عبد العزيز امام اللي بيلعب امامية عند سري، سري عاوز يمر ويعدي، حطها البينية، سري تاني خطيرة والعرضية هوبا، خطيرة جدا جدا، تلكوا لاعب خطير، رمضان ربيع خطير جدا جدا، وسجل لهم اهداف في الدوري، ولكن شوفوا ادي اسلام سري وانطلاقته، انطلاقته واستفاقته، دي كلمة السر بتاعت الكابتن اسامة عرابي، وهوبا خطيرة جدا جدا جدا، لكن محمود شكري هو اللي الحقيقة يعني طلع وقفل عليه زاوية التمرير، لو ما كانش كده كانت فرقت كتير قوي مع اللاعب رمضان ربيع، خطير جدا جدا جدا، واول تهديد حقيقي لفريق النصر للتعدين. كرة لعبها لكن طلعت عالية بطن القدم، خدت الكرة من تحت لفوق، كرة تاني بيرجع أحمد صالح، وأدي في منطقة الجزاء مع كنس تدخل كده أحمد عبد الموجود، لكن حكم اللقاء ماشي اللعب، بيبدأ تاني حارس المرمى مصطفى عبد الستار بيبدأ بسرعة تاني، خطيرة جدا لكن ضغط قوي، وهنا زي ما حضراتكم شايفين باتريك أدو لاعب اللي القادم من الوسطى، فريق بيلعب في الدرجة الثانية في منطقة الصعيد ما بين طبعا المنيا والجيزة كده، المنطقة دي منطقة الوسطى أو مدينة الوسطى، أدي رمية التماس بتلعب على طول كرة على مستوى القائم الأول، لكن النصر للتعدين بيتأهب لتسجيل خطورة على فريق شرقية، رامبو تاني وبداية هجمة مرتدة، هجمة مرتدة حطها عند كنس، هل سرعتك؟ سرعتك عبد الموجود، عبد الموجود موجود، عبد الموجود موجود، دفعة في ظهر اللاعب عبد الموجود وياخد فاول وضربة حرة مباشرة لفريق النصر للتعدين. حتى الآن الشرقية بتهاجم والنصر للتعدين بيلعب على الهجمة المرتدة، لكن تبديلات كابتن أسامة عرابي بالكامل كانت في أحداث الشوط الأول والثاني كانت عبارة عن تغييرات هجومية أو تبديلات هجومية، 60 استحواذ للشرقية و40 للنصر للتعدين.
مستمرة المباراة والنصر للتعدين بيهاجم عند طريق عن طريق رمضان لكن سهلة جدا للحارس اللي قدام حضراتكم محمود شكري. محمود لسه هيبدأ طبعا. انبي فازت على الفيوم 2-0، سموحة فازت 3-2، الاهلي فاز 6-0، دي اكبر نتيجة في دور ال 32 على الالومنيوم. يرجع تاني مرة اخرى 14 سمير، لكن ضغط قوي وبداية هجمة لفريق النصر للتعدين بيجيبها حسام حسن. حسام حسن يبدأ هجمة مرتدة من ناحية الشمال، الجبهة اللي بقولها حضراتكم اللي كانت يعني ولا زالت هي مفتاح لعب لفريق الشرقية، لازالت بتضغط على اوراق كابتن اسامة عرابي الدفاعية، لكن لازال فريق النصر للتعدين ناجح بشكل كبير جدا ان هو يحد من خطورة هذه الجبهة. احمد صالح بيلعب لسمير تاني والكرة الامامية باتجاه عادل المتقدم، ولكن ترجع تاني مرة اخرى لسري اسلام سري، رمي التماس، حكم اللقاء بيدي رمي التماس، هيبدأ بسرعة فريق الشرقية. حسام حسن، حسام يعلق كورة داخل منطقة الجزاء ومحاولات خطيرة، لكن يطلع دفاع الناصر للتعدين، تصل عند أحمد صالح دفاع الشرقية. الشرقية بتضغط بقوة، تلعب على الهجمة المرتدة بينفذوها بسرعة الحقيقة. تاني سمير، محمد سمير لحسام حسن، وكرة أمامية طويلة في الجبهة اليسرى بقى المنطلقة بقى عند المرة دي بقى رامبو، يحط جسمه والله شيكا، شيكا عايز يعدي ويمر، شيكا شيكا عند الضربة الركنية، شيكا بيمر ويعدي وكارت أصفر، ضربة حرة مباشرة فيها كارت أصفر ولا إيه؟ قلت كارت أصفر، هي ضربة ركنية لكن عدى كويس جدا، فاول تكتيكي ما فيهاش أي حاجة من 14 اللي عملها كويس حسام عبد الصبور، مدافع القوي جدا زي ما قلت لحضراتكم، مدافع يعني واقف في مكانه في الجبهة اليمين اليسرى للشرقية. ست ركنيات لفريق الشرقية، واحدة للنصر للتعدين، ده يأكد ان الشرقية الاكثر استحواذا وفعالية على المرمى. يطلع تاني عبد الستار ويطلع كرة خطيرة، هوبا، لكن سهلة 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 من احمد عادل لانها راحت في المكان المتواجد فيه الحارس مصطفى عبد الستار. حلوة يا درش، موجود في مكان طبعا يعني مكان مناسب جدا، لكن تصدى للكورتين بشكل رائع جدا. شيكا عدى كويس جدا من حسام عبد الصبور، ارتكب فاول، وادي الكوره ما لبستش، لو راحت لكن لو راحت زي ما هو عايز احمد عادل. لكن حتى الان التعادل السلبي بدون اهداف، مباراه صعبه جدا زي ما بقول لحضراتكم، فرقتين قريبين من بعض في نفس المراكز وفي نفس الاداء ايضا في خامات اللاعبين. وصلنا للدقيقه 10 من احداث الشوط الثالث ولا زال التعادل السلبي بدون اهداف. مباراة صعبة جدا 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 زي ما قلت لحضراتكم، مباراة يعني حتى الان لم تسفر عن اي من الفريقين لخطورة حقيقية. صحيح شرقية بتهاجم عندها 6 ركنيات مقابل ركنية واحدة، احمد مشغول بشعره قوي، احمد عادل مشغول طبعا بالشكل اكتر من الملعب، كرة تلعب على طول في الجبهة اليمنى عند سري. سري كلمة السر يعني الزيادة الهجومية، والمدافع ما شاء الله عليه مهارة كبيرة جدا، هوبا العرضية، هوبا، مش ممكن مش ممكن يا بترك يا قدو، مش ممكن مش ممكن، بترك قدو بتعمل ايه بتعمل ايه يا بترك يا قدو، عملها اسلام سري وكلمة السر، الله الله، هوبا لفت من على وش القدم، لو راحت زي ما هو عايز هتفرق كتير قوي قوي قوي، لو ملت وش القدم هدف مؤكد، هدف مؤكد كانت هتقضي على امال الشرق. وياه في الدقيقه 11 من احداث الشوط الثالث، هنا تبديل عفرطته هيخرج لانه غاب في الشوط الثالث صحيح، وميدو محمد ميدو بقى هو اللي هيتم الدفع بيه بدل من اللاعب عفرط. مباراه صعبه زي ما قلت لحضراتكم، التبديل قدام حضراتكم عفرطته خارج، استطاع الداخلية أن تفوز 1-0 على الجونة، طلع الجيش فاز 2-1 على كهرباء إسماعيلية، وادي الدجلة فاز 3-0 على فاركو، مولين فاز 4، وادي نشوف الهجمة دي الأول، لكن مباراة تصل يعني زي ما قلت لحضراتكم صعبة جدا جدا على كلا الفريقين نظر لتقارب المستوى،
ونظرا للتبديلات كنا بنقول الكابتن اسامه عرابي عنده دكه بدلاء يعني عامره بالمهاجمين سواء رمضان اللي نزل وكان اكتر من لاعب الحقيقه بنقول ان هم مميزين للغايه. محمد عبده ايضا تشكيل قوي، عبد الله الشحات لاعب مهاجم ايضا عنده موهبه يعني موهبه التسديد وعنده امكانيات كبيره، وبالتالي مدبولي ايضا وهيثم مصطفى. علشان كده كنت بقول ان دكه بدلاء النصر للتعدين اقوى بكتير من فريق الشرقيه. محاولات مستمره على الارض من جديد، رامبو تاني بيرجع مره اخرى لحسام حسن، كره اماميه طويله ونقلات سريعه من شعيب ترجع تاني تترد مره اخرى، بيحاول فيها رامبو لكن بيضغط عليه بقوه وفاول وضربه حره اسلام سري اللي كان مفاجأة كابتن أسامة عرابي في مباراة اليوم. وآدي بيضغط عليه رامبو، حسام حسن قريب منه أيضا يتابع الكورة، محمد سمير رايح عشان ينفذ الضربة الحرة المباشرة من ناحية الشمال، جبهة اللي بقول لحضراتكم الشرقية بتلعب من خلالها الحقيقة. على الأرض من جديد آدي إسلام بيلعب الكورة أمامية طويلة خطيرة جدا، هوبا، لكن عبد الستار كرة كانت بعيدة عن ميدو وبالتالي وصلت إلى ضربة المرمى. ميدو قدام حضراتكم لاعب اللي بيلعب في صفوف فريق الشرقية وتنزل بديل بدل من اللاعب عفروتو. مصطفى عبد الستار، ميدو ايضا مهاجم قوي، لكن هنشوف ميدو مع اللاعب كينيس النيجيري. الشوط الثالث بيقترب طبعا من نهايته ولازال التعادل السلبي هو سيد الموقف. كنت بقول ان احنا هنذهب لمعاناه يعني الجزاء الترجيحيه او المعاناه الترجيحيه وشكلها كده. محمد سمير مع الكوره بيلعب على جنب لشعيب تاني، شعيب بطن القدم تاني عند سمير فوزي، سمير بطن القدم مرة أخرى بيضم بقى وبيلعب مع حسام حسن، حسام حسن لسمير من تاني، يرجع ويحضر مرة أخرى عند أحمد صالح، من تاني لفوزي لسمير فوزي، سمير والكرة الأمامية طويلة وشيكة وتسديدة من ميدو، تسديدة بقى من اللاعب اللي قدام حضراتكم رامبو، لكن قريبين من الشبه طبعا سواء ميدو و حتى كمان رامبو وحسام حسن. بيبدأ تاني مصطفى عبد الستار، عبد الستار محاولات مستمرة، رمضان ربيع تاني داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا للنصر للتعدين. النصر كراتهم في منتهى الخطورة، بيحضر تاني عند اسماعيل، احمد اسماعيل الباك الشمال، ظهور لاحمد اسماعيل في الشوط الثالث، كان واخد يعني في شوط المباراة الاول كده والشوط الثاني ايضا راحة سلبية، كان بيدافع اكتر. والضربة الحرة بتتلعب بسرعة عند أحمد عادل، أحمد عادل لسمير، سمير فوزي بيلعب كورة أمامية طويلة من الحرس القديم سمير فوزي مع فاروق اللي خرج. مرة أخرى تاني أحمد عادل بيضم على وسط الملعب وبيتابع كورته لكنس، يحط جسمه ولكن فاول وضربة حرة. حكم اللقاء بيدي إتاحة فرصة لفريق الشرقية عشان يكمل. 104 دقيقة نصل لل 105، يبقى آخر دقيقة في الوقت الأصلي للشوط الثالث، لقاء الشرقية والنصر للتعدين في مباراة اللياقة البدنية والمفاجأة. مباراة اللياقة البدنية والمفاجأة، أخطاء على الشرقية 11 على النصر للتعدين 16، ويطلع تاني مصطفى عبد الستار خطير، لكن حكم اللقاء معاها صافرة الشوط الثالث من احداث لقاء نادي الشرقيه والنصر للتعدين اللي انتهى الشوط الاول والثاني والثالث على الترتيب بالتعادل السلبي بدون اهداف، لا انتصار لاي من الفريقين. الشرقيه بتهاجم والنصر للتعدين بيدافع من بدايه اللقاء، ولكن بيعتمد على الهجمه المرتده اللي بينفذها باتريك ادو كان قبل ما يطلع حماده جلال. طبعا تناول المياه طبعا لتعويض الفاقد بعد المجهود الكبير جدا، 105 دقيقة حتى الآن، اللياقة البدنية هتفرق كتير جدا جدا جدا، لكن يا ترى
مين النهاردة هيكسب ويصعد لملاقات طلائع الجيش. شفنا بقى، انتبه مع حضراتكم بعض النتائج اللي كانت حاضرة في دور ال 32. المقاولين كسب حرس الحدود بركلات الجزاء، حرس الحدود بتكسب بركلات الترجيح 5-4، بتكسب طبعا. وعندهم مباراة اليوم في دوري الدرجة الثانية أمام الرجاء. انتهت المباراة، كسبت المقاولين العرب 5-4. كان سجل أحمد علي للمقاولين وسجل مصطفى جمال لحرس الحدود. والمباراة اللي بعد كده قلنا الإسماعيلي كسب عرب الرمل 2-1 وكسب المصري 3-1 غزل المحل. بداية الشوط الرابع، نكمل مع حضراتكم مباراة اليوم، مباراة الشرقية والنصر للتعديل. مباراة الحقيقة يعني حتى الآن التعادل السلبي بدون أهداف، وده اللي هيوصلنا طبعا للشوط الرابع. لكن يا ترى نصل لمعاناة الترجيحية ولعبة الحظ بقى يعني للأكثر تركيزا واللي أعصابهم حديد، أم المباراة بقى تتفض في الشوط الرابع؟ مباراة طويلة طبعا، يعني بنصل للدقيقة 106 من أحداث المباراة. كرة أمامية طويلة خطيرة جدا تصل لسري اللي بقول لحضراتكم كان كلمة السر في لقاء اليوم الكابتن أسامة عرابي، لكن يعني حتى الآن لم يقدم المردود الهجومي القوي. وإن كان نفع أو نجح دفاعيا تكتيكيا في صد هجمة أو صد الجبهة اليسرى، الحقيقة مفتاح لعب الشرقية القوي اللي كان بيعتمد عليه كابتن منير عقيلة منذ بداية المباراة. بيبدأ تاني النصر للتعدين برمي التماس بسرعة كده، لكن يجيبها الشرقية تاني عند كينس، يرجع مرة أخرى في الخلف، وبداية تحضير للشراوة من سمير لكن مقطوعة مرة أخرى، وانطلاقة بقى واستفاقة من حسام عبد الصبور اللي بيضم تاني. عبد الله الشحات بينتظر عبد الله، خطفوها الشراوة خدوها حسام حسن، يعدي يا ولد، مهارة عالية جدا حسام، بطن رجله الأمامية الطويلة خطيرة جدا عند ميدو شيكا، ميدو تاني، لكن شيكا ينتظر مرة أخرى، بيدافعوا عليه كويس طبعا. إسلام صيام قافل كويس جدا مع اللاعب أحمد عبد الموجود، وكرة خطيرة جدا، كرة خطيرة جدا عند كينس، لكن تطلع بره. كينس كرة لعبها كويس جدا شيكا الحقيقة. أدي الكرة قدام حضراتكم، وأدي بيحاول فيها، عدتها ما بين الأقدام، لحظة لو سمحت حسام حسن، ما شاء الله، بطن القدم أمامية طويلة، ميدو يسيبها ويهيئها لشيكا، شيكا يأجل لكن قفل عليه عبد الموجود، لازال عبد الموجود موجود، عبد الموجود موجود. شيكا طبعا مهارته العالية عايز يعدي، انتظر بالفعل وعمل العرضية، عملها كويس جدا. وكنس يعني تسديدة الحقيقة كان شكلها غريب قوي قوي. وادي كرة خطيرة جدا لنصر التعدين، هوبا، لكن ايه، لكن راحت سهلة من عبد العزيز امام. يا كرة الخطيرة، الهجمة المرتدة للنصر للتعدين. بدأنا نشعر كده بيعني المهاجمين شوية داخل منطقة الجزاء، ونفك حالة البرودة شوية اللي في ملعب المباراة. لكن ادي قدامنا طبعا اللاعب رامبو، محمود رامبو رقم 24، عامل فاول ودفع في ظهر سري، بيديها حكم اللقاء معاه ابتسامة طبعا يأكد القرار حكم اللقاء كابتن سامح فاروق سليم 100%. بنلعب في الدقيقة، دخلنا في الدقيقة 109 من زمن مباراة الشرقية والنصر للتعدين في كأس مصر دور ال 32. مباراة صعبة جدا جدا، المصري فاز على غزل المحلة 3-1، أحرز الأهداف ويلسون أكاكبي وأحمد جمعة وأحمد كابوريا، وأحرز لغزل المحلة مهدي صبحي. سبحان الله، شوفوا غزل المحلة يا جماعة، صاحبة الجماهيرية الكبيرة، بتلعب في القسم الثاني دلوقتي. ده كرة القدم اللي أصبحت الإدارة الوحيدة فيها مالية الحقيقة، المال هو اللي بيلعب دور كبير. أدي الكرة اللي باتريك قده كان مع سمير، الحقيقة سمير بيحط جسمه كويس جدا وياخد كورته. حسام حسن بيستقبل الكرة وماشي، حسام بيخطأ تاني، حسام حسن بص عشان يرقص كده أو يمرر عفوا، لكن ترجع تاني الشرقية بيجيبوها، حسام حسن بيضغط بقوة لسمير، سمير فوزي بيغير اتجاهاته، حط لأحمد فوزي، أحمد عادل في اليمين، أحمد عادل
لكنس لأحمد عادل مرة أخرى، ويلعب كرة أمامية طويلة خطيرة من سمير، ترجع مرة أخرى عند كنس لأحمد عادل، بيلعب وينج يمين عشان يعمل الأوفر والخطيرة جدا، هوبا ويطلع تاني لسه خطيرة، المرة دي بقى بيجيبها رامبو ولكن تتحول إلى الضربة الركنية، خطيرة جدا رامبو، يعني غيرت اتجاهاتها طبعا من عند أحمد عبد الموجود، طلع الكرة خطيرة جدا جدا في حضرة سري الحقيقة. مباراة يعني زي ما قلت لحضراتكم الكرات الأمامية على مرمى الفريقين في منتهى الخطورة في هذا التوقيت بالتحديد، والضربة الركنية للشراوة على طول بيلعب من مرة أولى تاني حسام حسن، لكن ترجع تاني على حدود منطقة ال 18 سري أول استقبال طبعا، وبيلعب الكرة الأمامية، الهجمة المرتدة خطيرة، هو جول هو جول، هوبا يا ولد يا ولد يا محمود يا شكري، محمود شكري بيحرم النصر للتعدين من هجمة مؤكدة، من هجمة مؤكدة من قدام ربيع، ياه كانت هتبقى الدنيا ربيع للنصر للتعدين، ولكن يطلعها ايه؟ يطلعها ايه؟ يا ولد محمود شكري قام بدور الليبرو على اعلى مستوى ويطلع للامام الحقيقة، ويطلع كرة في منتهى منتهى الخطورة، في منتهى منتهى الخطورة، في منتهى منتهى الخطورة الحقيقة، ادي الكرة وادي الضغط القوي، لكن يعني محاولات مستمرة هنا وهنا، لكن حماس اللاعبين الحقيقة بشكل كبير جدا 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 للغاية، ياه مباراة صعبة جدا جدا، لازال طبعا يعني وصلنا لست دقايق وبنلعب في الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الرابع، لقاء الشرقية والنصر للتعدين، مباراة صعبة أو صعبة، مباراة على الفريتين صعبة، قلت صعبة لأنه فريتين بيلعبوا قريبين من بعض نفس المركز، يعني فريق الشرقية في المركز 18، فريق النصر للتعديل في المركز 17، فريق نقطة ما بين الفريتين، وده اللي وصل يعني المباراة لهذا المستوى، نظرا أيضا لمباراة أيضا الأولانية يعني كانت انتهت بفوز فريق النصر للتعديل، محاولات يعني لازالت مستمرة، مصر المقاصة فازت 2-1 على الشرطة، هشام محمد وحسين الشحات وباتريك أماري طبعا أحرز للشرطة، والإنتاج الحربي فاز 3-1 على نادي النصر على نادي مصر، ونشوف الكورة دي والضربة الحرة عبد الله شحات بيلعبها على مستوى القائم الأول، هوبا جول جول، ولا فيها راية فيها راية يا رمضان، ما بقتش ربيع يا رمضان، مش هتبقى الدنيا ربيع، وراية المساعد الأول كابتن إكرامي سالم معها اعتراضات بالجملة من الجهاز الفني كابتن أسامة عرابي والكابتن أحمد كشري، لكن انفراد صريح اتلعبت سريعة جدا جدا ونفذها طبعا لاعب المهاجم رمضان ربيع على مرمى فريق الشرقية، لكن يعني حكم اللقاء وراية المساعد الأول إكرامي سالم تحرم النصر للتعدين من المفاجأة الأولى في مباراة اليوم، يا ادي الكرة عبد الله الشحات عملها كويس جدا على حدود مشارف منطقة الجزاء، بيلعبها بسرعة عند رمضان، يا ملت هنا المهاجم كان يعني في لحظة تسلل، عموما كل الكلام ده هنتعرض ليه بشكل من التوضيح في حضرة طبعا نجوم مصر الكبار كابتن الكبير طبعا الرأس الذهبية كابتن جمال عبد الحميد، وأيضا الجميل والموهوب كابتن وليد صلاح الدين، والجميل أيضا كابتن جمال حمزة واحد من نجوم الكبار في حضرة المايسترو كريم حسن شحاتة في تحضير طبعا الوجبة الفنية الكبيرة، لكن هندخل على مباراة تانية بعد المباراة دي، أيضا مباراة حرس الحدود والرجاء في دور الدرجة التانية، مباراة هتبقى أيضا مباراة كبيرة، والاستوديو التحليلي مستمر وممتد، محاولة من جديد كرة خطيرة جدا لكن ترجع تاني مرة أخرى على منتصف الملعب، الشرقية بتحاول تهاجم بقوة والهجمات المرتدة عن طريق يعني باتريك أدو خطيرة، اللاعب الغاني خطيرة جدا بيأجل المرة دي، ومرحلة التسليم والتسلم المرة دي بقى في وسط الملعب عبد الله الشحات تترد على منتصف الملعب في الجهة اليمين بقى حسام عبد الصبور، المرة دي بقى هجوم بقى من فرقة الشرقية أول مرة، وادي شيكا بدأ يظهر شيكا ورامبو، رامبو تاني رامبو لكن مخطوفة من رامبو والمدافع القوي أحمد عبد الموجود، ونقلة كده عن اللاعب سري، سري بقى وهو سر اللقاء الحقيقة في هذه الجبهة، حازم شعيب كان معاه في الكرة الأخيرة
تطلع بره الى رمية التماس. مباراة بقول لحضراتكم يعني صعبة جدا جدا، واكيد احساس الشخصي مش عايز اقول يعني وابالغ ان هي توصل لمرحلة المعاناة الترجيحية، لكن حتى الان حتى الان لازال التعادل السلبي، هدف ملغي من رمضان ربيع لفريق النصر للتعدين في الشوط الرابع. ادي شيكا رمضان ربيع، وادي شيكا قدامنا اللي بيعدي ويمر، خد فاول، حط جسمه كويس جدا، لكن امام معاه بيضغط عليه بقوه، وشرقيه ايضا كان بيتابع. حسام حسن، اسم حسام حسن كبير يا جماعه، طبعا عارفين كابتن حسام حسن نجم نادي الاهلي والزمالك والاتحاد، لكن هو طبعا في الاساس الاهلي، ومدرب المدير الفني لنادي المصري البورسعيد اللي صنع يعني قلعه رياضيه كبيره الحقيقه، واداء فني كبير لنادي المصري. على الارض من جديد محمد سمير بيبدا تاني ناحيه الشمال عند شيكا، شيكا عاوز يمر ولا رامبو، ده رامبو اللي تقدم كده، ولكن رمي التماس لفريق النصر للتعدين. ال116 دقيقه حتى الان من احداث الشوط الرابع في لقاء الشرقيه والنصر للتعدين في كاس مصر دور ال32، مباراه ممتده لاربع اشواط، لكن اعتقد النهايه ستكون معاناه ترجيحيه ان لم يكن هناك راي للمهاجمين. محاوله من جديد، هوبا، لكن كنس بعيد تماما. كنس وجهه نظر الشخصيه ان كنس ليس بالمهاجم الموهوب الحقيقه، فقرات ولاعبين كتير جدا للشرقيه ما اعرفش اختيارهم تم على اي اساس الحقيقه، هذه الجماهيريه الكبيره ما اعرفش الاختيار تم على اي اساس، يعني اكتر ايضا من لاعب تم تسريحهم او تم استبعادهم في الفترة الأخيرة عن طريق كابتن منير عقيلة. أدي رامبو وحسام حسن على التنفيذ، الضربة الحرة، يا ترى يا ترى، وموجهة حسام عبد الستار، وهوبا، لكن سهلة 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 إلى مصطفى عبد الستار، ضعيفة ضعيفة من حسام حسن، ضعيفة ضعيفة حسام عبد الستار حتى الآن، يعني مستورة يا حسام. وبنلعب في المنعطف الاخير والامتار الاخيره من احداث الشوط الرابع والمباراه بقى، عشان نروح لمرحله الخطيره جدا ومرحله الفصل في لقاء اليوم، لكن المهاجمين اعتقد يعني بيحاولوا ان هم يعني يخلصوا المباراه من جوه المباراه من خلال الوقت الاصلي، لكن هنشوف هذا الكلام. احمد عادل لسه بيتحرجموا على احراز هدف المهاجمين، كره اماميه طويله تاني خطيره جدا، وانطلاقه بقى لرامبو خطيره جدا، والعرضيه لكنس كالعاده، كنس متاخر لكن تاني مره اخرى، ودفاع قوي ومنظم، دفاع قوي ومنظم. اسلام صيام النهارده ما شاء الله مش صايم، هو فطر النهارده الحقيقه. دي ميدو، ميدو والتقدم، وهوبا، لكن بعيده تماما تماما بعيده تماما، ميدو الخد الجبهه اليمين، وادي الضربه الركنيه، سمير تاني على مستوى القائم الاول، هنا تواجد دفاعي منظم جدا. حسام حسن تيات على مشارف منطقه ال 18 تاني مره اخرى، عبد الموجود اللي دخل بقى، مين دخل بقى؟ احمد صالح، احمد صالح، لكن حسام حسن، حسام حسام، والعرضيه من حسام، اوبا، لكن سهله على مستوى القائم الاول، مصطفى عبد الستار لها بالمرصاد، مصطفى عبد الستار لها بالمرصاد، مصطفى عبد الستار لها بالمرصاد. بنلعب في الدقيقه الاخيره من احداث الشوط الرابع في لقاء الشرقية والنصر للتعدين. مشاهدينا مشاهدي النهار رياضة، متابعة طبعا حريصة لكأس مصر ودوري الممتاز به، هيكون عندنا مباراة قوية في غاية المتعة أيضا، الحرس والرجاء، طبعا عارفين الحرس فاز على يعني مفاجأة كبيرة على المقاولين العرب، على فكرة المقاولين أيضا كانت سجلت أيضا انتصار في كأس مصر أيام طبعا كابتن حسن شحاتة، في يعني مجهود فني كبير جدا، وهي كانت بتلعب في الدرجة الثانية. محاولة من جديد، المفاجأة المرة دي الحرس هو اللي بيقصي المقاولين العرب من كأس مصر في دور ال 32. يا ترى المباراة هتخلص كده؟ أعتقد رايحين للمعاناة الترجيحية، أم المهاجمين هيقولوا كلمتهم؟ إنتاج الحرب فاز 3-1 على نادي مصر، طنطا 2-0 امبارح بقى على أسوان، عندنا مباراة الزمالك المتبقية مع الأولمبي في هذا الدور، ومحاولة على مستوى القائم الأول، لكن لا تزال يعني النتيجة حتى الآن التعادل السلبي. أحمد عادل، مين يقابل المرة دي؟ هوبا، جول جول، خلصوها، عملوها أحفاد عرابي، عملها شيكا شيكا شيكا، نهى
انها على امال فريق النصر للتعديل. يا لها من كرة القدم العجيبة، يا لها من كرة القدم العجيبة. حسام عبد الستار مش ممكن، مصطفى عبد الستار ومواجهة لكن تصطدم في القائم، اسفل القائم اليمين لمصطفى عبد الستار، وشيكة شيكة شيكة بالتخصص يدعها عشان يرد، واحمد عادل، احمد عادل يعيد الامل من جديد، وشيكة لها بالمرصاد لكن ميدو كمل، وشيكة يسجل، والقدم اليمنى تظهر في الاضواء لكن تصطدم، والنيران الصديقة تكمل، تكمل النيران الصديقة، تكمل تكمل اسلام شرقية تكمل. يا سلام على كرة القدم، قلبت الترابيزة على الكل، مش قلت لكم قلبت الترابيزة على الكل، ودي واحدة بدل من ضائع قلب الترابيزة على الكل. شيكة الحقيقة ويسجل هدف للشرقية عشان يعني اكيد اكيد هتصعد بيه لمنقلة الجيش ان لم يكن هناك جديد، ولكن الجديد ما بين يدي الحارس محمود شكري. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ يجلي فيها ايه اللي حصل ده؟ هوبا ايه اللي حصل ده يا شرقية؟ ايه اللي حصل ولا عبد الموجود؟ ايه اللي حصل فيها؟ اول خطأ لأحمد عبد الموجود، لكن شيكا يضع هدف ويضع احفاد عرابي في انتصار كبير، في انتصار كبير، انتصار كبير لفريق الشرقية في الدقائق الاخيرة. يعني ايه المنعطف الاخير؟ مش ممكن، مش ممكن تفتح زراعيها بالفعل كرة القدم واحضنها لفريق الشرقية حتى الان، حتى الدقائق الاخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الرابع. كابتن اسامة عرابي، فزت في مرحلة الذهاب في الدوري العام، لكن شيكا بيقول لك عذرا كابتن اسامة، هذه مباراة الكؤوس، ولكن الشرقية بينه وبينكم لعبت مباراة كبيرة جدا، لعبت مباراة كبيرة جدا جدا الحقيقة، وهجمت كتير جدا. النصر للتعدين اعتمد على الدفاع كما اعتمدت بالامس اسوان، لكن طنطا فازت والشرقية بتفوز، انتصار حقيقي وكبير لفريق الشرقية في المراحل الاخيرة اللي استمروا في هجومهم. الف مبروك لاحفاد عرابي الشرقية، وفرحة كبيرة هناك في الزقازيق، وايضا فؤوس، وايضا طوابي، وايضا هناك الصلحية، وكل يعني مدن فريق مدن الشرقية اللي تحتفل بهذا الانتصار الكبير والصعود لملاقات الجيش في الدور القادم.